بعض الأماكن يمكن ما تناسبني عشان كذا تشوفني ما أبرز نفسي. طيب أسألك ثلاثة أسئلة أبغى أشوف أجوبتك عليها بشكل سريع. وش أكثر شيء تخاف منه؟ كانت عندي هواية هواية مو بخوف، الهواية الهروب من كل ضوء، لكن للأسف افتقدت الهواية هذه. إيش هي؟ افتقدتها وصرت الحين مسلط في أو تحت الأضواء. كانت هي هواية وخوف في نفس الوقت، لكن أكثر شيء أخاف منه أنا للأمانة أحب أواجه مخاوفي، والله العظيم يعني ما في شيء تخاف منه؟ وأحب أواجه الأشياء اللي أحاول أو أني أشعر بالارتياب منها. تكتب الإنسان تقرأ ولا تكتب لأجل الكتابة؟ أكتب لأجل الكتابة. ركان وش يسوي الآن؟ يفكر في السؤال اللي بعده. عندك أصحاب؟ واجد. يوقفون معك؟ في التصوير. خلينا نشوف إجابات شخص قبل سنوات. والله إني أقرأك يا زياد. خلينا نشوف إجابات شخص قبل سنوات من الآن على الشاشة. أعطوني الأسئلة والأجوبة على الشاشة. وش أكثر شيء تخاف منه؟ أخاف على نفسي. أخاف على نفسي من نفسي. هذاك الشخص. أعطوني اللي بعده. نفس الجواب ترى. أعطوني اللي بعده. تكتب لإنسانة تقرأ ولا زاويتك هذه خاصة للهذيان فقط؟ الجواب كان كنا أحلى اثنين أكتب وهي تقرأ. كنا أحلى اثنين أكتب وهي تقرأ. أعطوني اللي بعده. ماذا تفعل حاليا؟ أركض وراء الخوف، أريد أن أطمئن. شفت؟ ألحق الخوف. أعطوني السؤال اللي بعده. عندك أصحاب؟ جاوب. واجد. يوقفون معك؟ أكيد. متى؟ إذا جينا نصور. أعطوني ركان. قبل كم كانت الإجابات هذه؟ والله ما أدري، بس ممكن ست ست ست. وتشوف نفسها هي يعني قناعات. لا لا لا، في سؤال ما كان نفسها. اللي هو؟ إنك تكتب لأجل الكتابة. طيب. إيش كان الجواب من الشخص اللي؟ الكتابة وش أصلا؟ علمني. أنا أسألك الكتابة. نورني. طب أنا أسألك. أجهل. أنا أجهل مثلك، أنا سألتك لأني أنا أقول لك الكتابة وتقول لي لا. نرجع السؤال نشوفه. إذا بتعطيني جواب رجع. أعطوني السؤال على الشاشة. أعطوني السؤال الثالث أو الثاني تقريبا. أعطوني. عندك مويه ركان إذا تبغى ترى. تكتب لإنسانة تقرأ ولا زاويتك هذه خاصة لهذين فقط؟ كان الجواب كنا أحلى اثنين أكتب هي تقرأ. زاد جهلي أكثر يا ركان الآن. أبغى الجواب منك. أنا لو أذكرها ترى هي قصيدة طويلة هي. ترى مو هو بجواب على سؤال، هي قصيدة. الحين طلعنا لحاجة ثانية. ترى جد هذا البيت من جيز قصيدة. إي بس كان جواب على سؤال هذا، أنت إيه؟ ليش ما كتبت القصيدة؟ كتبت لي هالبيت بس. طلع علي البيت. سمعني القصيدة يا أبو. والله العظيم لو أذكرها لأقولها لك، بس شوف قبل كم؟ ست سنوات. كنا أحلى اثنين، والله إني ناسيها. بكرة تجهزها لنا إن شاء الله القصيدة؟ إذا أعطوني جوالي أبشر. أنا أعطيك الجوال. خلاص تمام. ننتظرها على الهواء بكرة إن شاء الله. على الهواء؟ وراح أطلب من الجميل سعد القحطاني يسمح لك تقولها في فقرته. جاهز؟ ما أتوقع أني جاهز. ركان، إيش رأيك في تغير القناعات؟